World Cup with the Stars كأس العالم مع النجوم. أنا ستيفاني سعد، كل يوم رح كون مع ضيف بتحبوه تنشوف شو بيعرف عن كأس العالم. أنتو كمان فيكن جاوبوا على الأسئلة المطروحة وتربحوا. ضيفنا لليوم نايب شاب، مش بس أصغر نايب بالبرلمان، إنما بنظر الصبايا هو الأجمل. سامي فتفات، كيفك بالفوتبول؟ منيح، مثل إنك شايفة يعني. رح نبلش مع أول فقرة اسمها شو النشيد؟ أنا رح سمعك نشيد بدك تحضر لأي بلد؟ برازيل. أيوة. مارسياز. صح. ثالث نشيد؟ إسبانيا. أيوة سعادتك. بفقرة نجم ونادي رح فرجيك صور لاعبين كرة قدم بدك تحذر بأي نادي بيلعبوا، وطبعاً يعني بقدر معلوماتك بهالفقرة رح تكون منيحة، لأنه هلأ جينا لعندك أنت عم تلعب. عم لعب فوتبول. ريدي؟ بالليفربول. صح؟ خليني أشوف. أرجنتين. ديبالا. ديبالا إيطاليا. يوفي. يوفي. صح. بايرن. مان يونايتد. ليفربول. طبعا محمد صلاح. ليفربول. بايرن. لا ساعدتهم قلع. هلا بفقره انت وشطارتك رح نسالك اسئله متعلقه بكاس العالم، معك 20 ثانيه بس تجاوب. ريدي؟ يا وين اقيم المونديال بال 2014؟ برازيل. وين سيقام بال 2022؟ قطر. وين السنه؟ روسيا. اي اكثر منتخب حائز على الميداليه الفضيه؟ ألمانيا. أي قارة ما أقيم فيها المونديال بعد؟ أفريقيا. غلط، أستراليا. 15 ثانية. برافو سامي فتفت، بس one wrong answer. هاي فايف. بدنا نشكر سامي فتفت كان معنا اليوم بالحلقة. great episode. thank you. مرسي إنك جيتي لعنا كمان، وبكرة لقونا مع ضيف جديد.